السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين وزارة الاقتصاد والتجارة. بنتكلم اليوم عن مبادرة تنظيم خدمات المصابغ ومحلات غسيل الملابس اللي أطلقتها الوزارة قبل كم يوم. تقدر تعرف الحين بشكل واضح إذا كانت الخدمات تتقدم في المحل نفسه أو من خلال محل ثاني يتعامل معه. تم إلزام المغاسل بمعاينة حالة القطع قبل استلامها وتوضيح أي عيب أو تلف في الفاتورة. تم إلزام المغاسل بأنها تعلن عن وقت تقديم الخدمة إذا كان عادي أو مستعجل، ولازم يتم توضيح السعر. تم تحديد المدة اللي يكون فيها المحل مسؤول عن حفظ الملابس وغيرها من الضياع والتلف، وهذه المدة هي 3 شهور. تم توحيد آليات تعويض المستهلك عن الأضرار اللي تسبب فيها المغسلة، وتنقسم إلى نوعين: التعويض بالاتفاق والتعويض الإلزامي. في حالة التعويض بالاتفاق، إذا كان في اتفاق مسبق قبل تقديم الخدمة، يتم الاتفاق مسبقا على شروط التعويض ومعايير تحديد قيمة التعويض النقدي، وتذكر بالفاتورة في خانة القطعة المعنية. لكن في حالة إذا حصل الضرر وما كان في اتفاق مسبق بين الطرفين قبل تقديم الخدمة، يتفق صاحب المحل مع المستهلك على قيمة تعويض الضرر بالتراضي بناء على حالة القطعة المعنية وسعرها وتاريخ شرائها من خلال الفاتورة أو أي وسيلة أخرى. أما في حالة التعويض الإلزامي، يتم تحديد قيمة التعويض حسب القيمة التقديرية للقطعة، ونقدر نحدد القيمة بالاعتماد على سعر وتاريخ الشراء بالرجوع لفاتورة شراء القطعة وخصم نسبة الإهلاك. إذا ما كان عند المستهلك فاتورة شراء، يتم تعويضه بمضاعفة أجر الخدمة ب15 ضعف في حال تلف أو فقدان أو تغير لون القطعة. ذكرنا قبل شوي القيمة النقدية التقديرية اللي من خلالها نقدر نحسب التعويض الإلزامي في حال وجود الفاتورة. شلون نقدر نحسب القيمة النقدية التقديرية؟ إذا حصل الضرر خلال 3 شهور من تاريخ الشراء، يكون التعويض بنسبة 70% من قيمة القطعة، ويكون التعويض بقيمة 50% من قيمة القطعة إذا حصل الضرر بين 3 و6 شهور. أما إذا حصل الضرر بين 6 شهور وسنة من تاريخ الشراء، يكون التعويض بنسبة 30% من قيمة القطعة، ويكون التعويض بقيمة 20% بعد مرور سنة. من حق المستهلك التقدم بشكوى للجهات المعنية أو المحاكم إذا ما كان التعويض مرضي بالنسبة له. ولكل مغسلة الحق في إعداد فاتورة الخدمة بالطريقة اللي تشوفها مناسبة، بشرط أنها تتضمن على الأشياء اللي بنذكرها الحين: توضيح أي عيب أو تلف في القطعة، والتفرقة بين الخدمة العادية والخدمة المستعجلة وأسعارهم، وتحديد مدة 3 شهور لمسؤولية حفظ الملابس وغيرها من القطع، وضرورة إبراز فاتورة شراء القطعة للحصول على التعويض. ومن واجبات المستهلك أنه يحتفظ بفاتورتين: فاتورة شراء الملابس والقطع المسلمة للمغاسل، وفاتورة خدمة الغسيل لإثبات حالة الملابس عند التسليم أو أي اتفاق خاص مع المغسلة. ولضمان الحصول على تعويض عادل في حال وقوع ضرر، على المستهلك أنه يكون حريص على الوصول لاتفاق مع المغسلة قبل تسليمها القطع الثمينة أو الجديدة، ويتأكد من تحديد موعد تسليم الملابس وغيرها في الفاتورة. وعطت الوزارة مهلة 3 شهور لتوفيق الأوضاع، بدت من يوم السبت 20/1/2018. نشكركم على المتابعة، وفي حال وجود أي شكوى أو استفسار، رجاء التواصل مع الوزارة على الخط الساخن والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.